طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصية لأبنائي الأحبة من الشباب الذكور خاصة. أخبرني أحد الشباب أنه يريد الزواج من الثانية، ثم قال إني خطبت، وكان هذا الشاب يخطب من عدة أماكن. في فترة من الفترات خطب من مكانين، وسبحان الله أتته الموافقة من الجهتين بالإيجاب، فاتصل بي قال هذا الحاصل، مو رأيك؟ قلت له ماشي رأي يتزوجهن. قال الحقيقة أنا ما عندي إمكانية، باغي واحدة بس، يعني عندي واحدة وباغي غيرها لكن ما أقدر على الثنتين. قلت له لا خذهن، خذهن بنتين. قال لي ما أستطيع. قلت له لا خذهن. قال تضحك علي؟ قلت له لا ما أضحك عليك. قال إذن ليش؟ قلت له ليش تسألني أنا؟ سأل نفسك وأنت. أقول له ما سألت والدك، ما سألت حد من الكبار، ما سألت حد من المشايخ إذا أردت أن تخطب ماذا تفعل؟ قال كيف؟ قلت له معقول تخطب من عدة أماكن؟ قلت له لو خطبت من خمس أماكن أو ست أماكن ووافقت هذه الجهات الخمس كم لك من النساء؟ تختار تزوج خمس؟ قال لا. طيب إذا أردت أن تخطب فاخطب من مكان حتى يرد عليك إيجابا أو سلبا، إن إيجابا انتهت وإن سلبا ابحث عن مكان آخر، لكن تخطب من هنا وتخطب من هنا احذروا ها يا شباب. شفت كيف؟ ما تجي تخطب من عند فلان وعند فلان، هذا فلان يسأل عنك والثاني يسأل عنك، ها؟ وخاصة إن كنت من الصالحين فيتشرفوا أنهم يزوجوك، أتجيك من هنا ومن هنا الموافقة، وبالتالي ها هتاخذ هذا. هذا الشاب إيش الذي حصل عنده؟ علمت الأسرتين بأنه خطب من مكانين والمكان الثاني موافقين له فرفض هؤلاء، وعلم هؤلاء بأنه موافق له من مكان آخر وامتنع الاثنان. قال لي يقول ارتفعت من مكانين. قلنا لا برأيك هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي احذر مرة أخرى أن تخطب من مكانين سواء كنت بكرا أو أردت أن تعدد. احذروا يا شباب، الخطبة والزواج طبعا كما قيل ثلاثة، جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والعتاق والطلاق. فلا تمزح في الطلاق ولا تمزح في النكاح ولا تمزح في العتاق. العتق تو ماشي الحمد لله ماشي عبيد، لكن ما تجي تقول حفلان زوجتك بعدين تقول له راجع، هذا نكاح. ولا تجي تقولها يعني بعد تقولها احبش تقول انت طالق، كنت انا امزح، لا خلاص ان قلت طالق طالقت خلاص خرجت منك بواحده. احذر من هذه الامور بارك الله فيك ايها الابن الشاب البار. علمنا الله ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا الطريق الاقوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.